وبلا ما ترسي ميزانية، بغا حلوة كلاس بلا سيليكون ولا طابع ولا قالب، بدون فرن وبثلاثة المكونات، جد بسيطة واقتصادية. حضري أروع حلوة هماوية مع سر اللمعة وغير بالشوكولاتة العادية. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. أوكي العادة، الله يجازيكم والله يسهل عليكم. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا و100 ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم أكيد المحتوى. ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش يوصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله. واول خطوه واول مرحله غنقومو بها في هذه الحلوه ديالنا او هذه الوصفه، وهي غادي نحضروا الشوكولاته. نوعيه الشوكولاته اللي عندي هي نوعيه غالا. استعملوا اي نوعيه ديال الشوكولاته اللي نتوما كتفضلوا، لاننا غنضيفوا ليها واحد المكون اللي غيخليها فاخره، يعني باش نخليوها فاخره وذو واحد اللمعه غادي نضيفوا ليها واحد المكون. وعندنا جوج الاسرار باش تجينا فيها هاد الشوكولاته اللمعه وكتبان لينا بانها شي حاجه شوكولاته غيش، وهي غير الشوكولاته العاديه. عندنا جوج الاسرار. السر الاول هو هذا اللي غندرجو معكم حاليا، يعني درت هنايا 200 غرام ديال الشوكولاته غالا، كنزيد ليها 50 غرام. في كل 200 غرام كنزيد غير 50 غرام ديال الشوكولاته ديال الكاكاو المر اللي فيه 80% من الكاكاو. راه كدير هاد الباكيه هادي راه كدير 10 ديال الدراهم حتى ل 260، يعني غتخدمي بها 3 حتى ل 4 المرات. وكذلك كتغير لينا الذوق او اللذه ديال الشوكولاته العاديه 180 درجه، يعني كتبدل كومبليتمون. يعني غير بهذا 50 غرام ديال الشوكولاته ديال اللي كتكون 80% كاكاو، كيف ما قلت لكم الثمن ديالها وراه موجوده عند الباعه البقاله، غتاخذوا منها غير 50 غرام. يعني المجموع ديال الشوكولاته في هذه الوصفه هو 250 غرام، 200 غرام ديال الشوكولاته العاديه و50 غرام ديال شوكولاته الكاكاو. غادي نوضع هاد الزليفه ديالي على حمام مريم حتى كيذوب ليا الشوكولاط على خاطرو ونتجنبو تقيسو ولا قطره من الماء. هاد الاثناء هادي كما كتشاهدوا معايا هذا هو القالب وهذا هو السر. بلا ما تكلفي راسك وتهرسي الميزانيه وكنتشهاو شي حليوه كنمشيو ضروري ناخذو داك السيليكون محدد باش نخدمو به غير داك الوصفه، ومره اخرى الله اعلم عاوتاني نمشي نجيبو شي سيليكون اخر او شي مول اخر. الكل انا متاكده السيدات عندهم العلبه ديال البيض، ديال البيض اللي كنديرو في الثلاجه، هاد العلبه هادي اللي كتسد او العاديه. انا هادي خديتها بخمسة دراهم من المعرض ديال 5 دراهم، راه معروف ولا ان شاء الله راه منتشر في المغرب كامل. خديتها من المعرض ديال 5 دراهم وغادي تتفقوا معايا جميعا تمشيو غادي تلقاوها، يعني واللي ما عندوش غادي ياخذها بلا ما يمشي ياخذ ديال مول ديال 15 حتى 30 درهم اللي تيكون بهذا الشكل هذا. لهذا في اول فيديو قلت لك سيداتي بلا ما تهرسي الميزانيه غتشري غير القوام والمقادير ديال هذه الحلوه فقط. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنا الشوكولاته اللي ذوبتها في حمام مريم، ومباشره ما تخافوش من هذا المول راه ما تيلصقش نهائيا. كندير هنايا الشوكولاته كنوزع بها الطريقه، ونتمنى الصوره تكون واضحه والشرح اوضح. تقريبا كدير معلقه صغيره في كل وحده وكنحاول نمررها بها الطريقه. ممكن تمررها بشي بانسو ولكن بلا روينه في كوزينه غير بمعلقه صغيره راه قضيه الغرض والصوره راها واضحه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نمرر داك الشوكولاته كلها على الجوانب بلا ما نخرج بزاف على الاطار باش ما نحتاجش من بعد الفينيسيون والخدمه بزاف. كيف ما كتشاهدوا معايا كنمرر الشوكولاته بهذه الطريقه، وكنحضر هنايا واحد البابي كويسون. ضروري ما يكون عندنا بابي كويسون نبغيو نخدموا شي حاجه ديال الشوكولات. كندير هنايا نفرش بابي كويسون او ورق الزبده، وكنقوم بهذه العمليه قبل ما نقلبهم، يعني كنبقى ندورهم واحد جوج او ثلاثه ديال الدورات وكنقلبهم مباشره فوق البابي كويسون باش كيتسقطروا ليا على خاطرهم وكينشفوا. وداكشي اللي كيتسقطر كنحيدو اكيد وكنديرو في زليفه كنرجعو يذوب على حمام مريم. هاد المرحله هادي كنقوم بها من زوج حتى لثلاثه ديال المرات. انا درتها ثلاثه ديال المرات، هادي الثانيه وغنعاود الثالثه بنفس الطريقه باش كنحصلوا على واحد الطبقه ديال الشوكولاته ما تكونش داك الغليظه المقرقشه وما تكونش رقيقه شفافه. يعني كنديروها من زوج حتى لثلاثه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنفرغ هنايا كذلك الشوكولاته وكنقوم بنفس العمليه، يعني حتى كتنشف لي الطبقه الاولى مزيان مزيان عاد كندير الثانيه، وبلا ما ندخلوها للثلاجه نخليوها غير فوق سطح العمل راه دغيا كتقبض راسها لان الطبقه كتكون رقيقه. كيف ما كتشاهدوا معايا ملي كندير المرحله الثانيه كنحاول ندور هكا باش كيمشيو لي على الجوانب كاملين، وكنقلبها فوق بابي كويسو كنخليها جانبا ونمشيو نحضروا
الحشوة، الحشوة اللي يكون فيها الاختيار، ولكن هذه راها جد جد اقتصادية. كنحتاج لهنايا 100 غرام ديال البسكوي، اي نوع البسكوي اللي درتو هيرنيس غدير واحد ديال 2 دراهم، يعني 1.5 تقريبا ديال 2 دراهم كديروا 1.5 كيعطينا 100 غرام، يعني بالعبار بكاس العنبه، يعني الا شدينا بيمو وطحناه في الطحانه كنعبروا كاس مقبب مملوء جيدا من بسكوي مطحون من عبر كاس ديال العنبه. كذلك كنحتاج كاس مملوء جيدا من عبر كاس ديال العنبه ديال الكوك، اي جوز الهند، ماشي ضروري يكون ناشف او مزيت او غليظ او رقيق، اللي كان غتقدوا به. يعني هاد الحلوه ما فيهاش تعقيدات نهائيا، لان ما غتدخلش للفرن وحنا كنسهلوا سهل هاد سهل كيف ما كيقولوا. كيف ما شاهدتوا معايا ممكن تقوموا بهاد المرحله، يعني تطحنوا البسكوي او تخليوه في القابسه ديالو وتضربوه غير بالمدلك او بالكاس بلا ما تجبدوا الطحانه الى اخره. انايا كان عندي داك البسكوي يعني اللي كيكون في العلبه الكبيره، اللي هذا اضطريت باش نطحنو وكنطحن معاه حتى الكوك، ماشي بالضروره بغيت نطحن الكوك، يعني غير بغيت باش يتمزج ليا مزيان. وانتم لكم الاختيار. عندي هنايا الحليب المحلى نسلي مركز صنع منزلي 100% ودرجته معكم، وغادي نخليه لكم اكيد في رابط صندوق الوصف. شحال كنحتاجو ديال الحليب نسلي كيبقى على حسب الكميه اللي درتو ديال الكوك وديال كذلك ديال البسكوي. درتو كاس البسكوي وكاس ديال الكوك كتحتاجو كاس ديال الحليب المحلى، وانتم غتعتمدوا على القوام ديال الخليط اللي يكون متماسك، يعني غير كيتماسك لينا صافي، ما كنحتاجوش نزيدوه. اللي ما بغاش يدير نسلي اولا ما توفرش عنده ولا ما بغاش يصيبو على حسب، ممكن يدير واحد ياغورت ديال الكراميل وشويه ديال العسل، يعاون بشويه ديال العسل، تقريبا واحد نص كاس او ربع كاس ديال العسل، وواحد ياغورت او دانيت، يعني دانيت ديال الكراميل، ويجمع به هذا البسكوي وهاد الكوك، وانتم لكم الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا جمعت هاد الخليط ديالي ديال البسكوي والكوك. كيف ما يمكن لكم اللي ما بغاش الكوك يعني هكاك بيض يعني عادي، ممكن تحمروا واحد التحميره خفيفه وتزيدوا على البسكوي كيف ما كتشاهدوا معايا، حتى كنحصل على هاد القوام هذا. كنوضعو جانبا وكنمشي نفيني واحد شويه هاد القالب ديالي ديال البيض، كنفيني غير شويه من داك الجوانب باش ما يبقاوش خارجين ليا ويعذبوني منين نبغيو نديموليوها. عفوا، كناخذ هنايا داك العقد اللي صيبنا ديال الكوكو والبسكوي، كتجي بزاف 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 لذيذه، صدقوني غادي تجربوها غتوليو معتمدينها وكتبقى اطول مده، ما كتنشفش بحال العقده اللي كنديروا العاديه ديال الكوكو نسلي، كيبقى يشرب داك الكوكو وكتنشف، هذه ما كتنشفش نهائيا كتبقى كما هي طبيعه الحال، لاننا راه غلفناها بالشوكولاته. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نعمر داك الفراغات وما نضغطش بزاف بزاف باش ما نشققش داك الطبقه ديال الشوكولاته. بعد ما كنكملها كندير غطي هنايا بالشوكولاته كذلك، يعني بهالطريقه هذه، والصوره راها واضحه ومعبره، يعني ما نحتاجش نبقى قال لك كثرت الهضره كتجيب الجوع، حنا دابا راه فينا الجوع. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نشرح للمبتدئين. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا الشوكولاته، وبالنسبه لهذه الكميه ديال هذه المقادير بالتفصيل بلا زياده بلا نقصان، بالشوكولاته بالكوك بالبسكوي بالنسلي اللي خدمنا، وكيف ما كتشوفوا معايا هذا القالب هذا فيه 24 وحده، يعني 24 حصه، خرجت ليا الدوبل، يعني خرجت ليا 48 وحده اللي خرجت ليا، يعني تبارك الله ما شاء الله، 250 غرام ديال الشوكولاته و100 غرام ديال البسكوي و100 غرام ديال الكوك ونيسلي او نديرو دانيت او العسل، تبارك الله ما شاء الله. انا كنقول هذه من اسهل وارخص وارقى الحلويات يعني ديال الشوكولاته، يعني كتجي رائعه جدا. والسر الثاني اللي قلت لكم اللي على اللمعه باش يعطينا داك لابريونس، منين نديروها يعني منين كنعمروها، كنديروها في المجمد، منين كنديروها في المجمد نخليوها تقريبا واحد الساعه كامله، يعني واخا تشوفوها قصحات غير خليوها، شحال ما جمدت لينا شحال ما سهلت علينا ملي كنبغيو نديموليوها عفوا، وكتعطينا كذلك هاد لابريونس. انا مع التصوير وخصني دغيا متحمسه باش نكمل معكم لا فيديو، خليتها تقريبا غير 5 ديال الدقائق عليها، بقيت قلبتها وبقيت كنضربها بسكين باش تهبط ليا، يعني نتوما خليوها ساعه كامله في المجمد غادي تقلب لكم بكل سهوله وسلاسه، وغتكملوا البقيه اللي بقات. وكيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الحلوه ديالنا الكلاس، يعني بلا ما تهرسي الميزانيه وتمشي تقلبي على المول على السيليكون، تيكونوا بعض المرات المقادير بساطين وكنمشيو نضطروا ناخذوا داك القالب ولا داك المول اكثر من القوام اللي كنخدموا به الحلوه. كيف ما كتشاهدوا معايا ان شاء الله يكون هذا المول ديال، ماشي المول، هاد البواطه ديال البيض متوفره ان شاء الله في كل بيت، ولا ما كانش راه غير بخمسة دراهم يعني متواجده ان شاء الله. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الحلوه ديالنا، كتجي كلاس راقيه في المنظر بزاف بزاف. انا زينتها
بهاد الورق ديال الذهب، وانتم لكم الاختيار، ممكن تخليوها كما هي او ديروا خطوط ديال الشوكولاته من الفوق، ولا تديروا ليها اي حاجه كتفضلوها في التزيين، او حبيبات ديال الشوكولاته داك الرقيقه فيغميسيل. انا كنت وفر عندي هذا الورق ديال الذهب ودرته من الفوق غير خفيف خفيف كيف ما كشاهدتوا معايا، كتجينا معلكه، ما كتجيش داك الشوكولاته قاصحه او كارمه. غير نتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش نشرح معكم، راها سهله جدا، والمقادير ديالها ان شاء الله يكونوا متوفرين في كل بيت. ودائما مع السهل والاقتصادي والناجح، يعني الشعار ديالي، وهو الوصفات اللي اي واحد ممكن يديرها واي وحده ممكن تطبقها، لا على الجيب ولا على كذلك الطريقه ديال التحضير. كنتمنى تدعموني وتشجعوني بلي لايكات ديالكم باش نزيد نستمر نعطي احسن ما عندي. شكرا لكم متابعة، والى اللقاء في وصفة مقبلة ان شاء الله على قناة سكينة السويرية.